ينضم معنا من باريس الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي. أستاذ أمير، بداية مرحبا بكم. عودة التظاهرات إلى البصرة والبدء باعتصام وسط المحافظة، ماذا يعني الآن يعني مجددا بعد حديث قادة الميليشيات والكتل السياسية وتأكيدهم على تجفيف منابع التظاهرات؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. عفوا، أهلا بك. لا شك أن الوضع في العراق هو وضع يعني مستمر وكما كان في السابق، ولكن لرجوع ظاهرة يعني المظاهرات مرة أخرى إلى مدينة البصرة قد يرجع إلى سببان. أولهما هو سبب عدم استطاعة الأحزاب الموجودة داخل مدينة البصرة من الحصول على حقائب وزارية، وهذا هو يعني سبب من الأسباب الأخرى. أما السبب الثاني وهو سبب شعبي، يعني التظاهرات هي استمرارية للمطالب الشعبية التي تريد أن يعني أن ترجع مدينة البصرة إلى حالتها الطبيعية وبمواردها النفطية الهائلة. يعني السبب الشعبي يعتمد على شيء معقول، وهو أنه بالرغم من وجود ثلاث وزراء في السابق في مدينة البصرة لم يعمل على شيء، وكان الفساد في أوج عظمته. إذن السبب الأول هو سبب شعبي يريده الشارع العراقي، وهناك سبب أيضا موجود لأنها حكومة أحزاب فاسدة. هذا هو السبب، هو عدم حصول هذه الأحزاب وخاصة أحزاب مدينة البصرة على الحقائب الوزارية التي كانت تحتلها في الحكومة السابقة. ماذا يعني تهديد عشائر البصرة لعادل عبد المهدي من تهميش المحافظة؟ لا شك يجب أن نكون موضوعيين في قضية رئيس مجلس الوزراء الجديد. نحن لحد الآن لم نرى ولم يعني نقرأ شيئا عن ما سيعمله في المستقبل. هو وعد بإرجاع حقوق مدينة البصرة إلى يعني نصابها الطبيعية، ولكن بوجود الأحزاب الفاسدة التي تسيطر على المشهد السياسي في مدن الجنوب ومدن الفرات الأوسط، أنا في نظري ليس باستطاعة السيد رئيس مجلس الوزراء ولا حتى آخر من تغيير الحالة في البصرة إذا لم نستطع أن يعني نخلص الشعب العراقي من هذه الطغمة الفاسدة التي استولت على المشهد السياسي والاقتصادي في الشارع العراقي، سواء كان في بغداد والمدن الأخرى، وخصوصا الآن نتكلم عن مدينة البصرة لأن البصرة حالتها حالة ضيم. ويعني كعراقيين ما حد يرضى أن يكون العراقي بهذا المستوى من المعيشة، مستوى يعني ضحل. حتى الدول الأفريقية التي ليس لها أي يعني مصادر اقتصادية تعيش هذه الحياة يعني البائسة. أمام هذا الضغط الشعبي أستاذ أمير، هناك ضغط شعبي مستمر، وهناك أيضا استخدام للعنف ضد المتظاهرين. لماذا لا نرى ضغطا أمميا أيضا يعني بالمقابل يوقف هذه الانتهاكات ضد التظاهرات السلمية؟ السؤال جيد جدا، ونحن يعني دائما يعني كنا يعني نقول ونعيد القول هنا في أوروبا، لماذا هذا الصمت الغربي بالنسبة للحالة التي يعيشها الشعب العراقي؟ هناك نظام محاصصة فاسد، هناك عملية سياسية قد فشلت يعني فشلا واضحا، لماذا هذا الصمت؟ ولماذا هذا يعني الدعم لهذه الأحزاب التي هي أحزاب ليس لها صلة لا بالاقتصاد ولا بالمجتمع، ولكن هي أحزاب جاءت بعد حالة فريدة من نوعها في العراق. إذن الآن يتكلم الغرب وخصوصا الدول المتنفذة في منطقة الشرق الأوسط عن حكومة السيد عبد المهدي الجديدة، ولكن أنا في هذه اللحظة لا أستطيع أن أقول ما سيعمله السيد عبد المهدي، ولكن أنا في نظري النتيجة
تكون مخيبة للأمان، ولا أدري، وأنا أشاطرك هذا الرأي، لا أدري ولا أعلم ما هذا يعني نوع من الصمت الغربي، وهذا الصمت للدول التي لها صلة تاريخية بالعراق، نعم، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحتى أوروبا. يعني بالطبع هذا ليس الاعتصام الأول في البصرة ولا في الجنوب. ماذا ينقص هذه التظاهرات لتصبح حراكا شعبيا، يعني محققا للأهداف؟ الأهداف هي مطالب المتظاهرين، لا سيما وأن المتظاهرين يعني تخطوا الخطوط الحمراء بإسقاط العملية السياسية من ضمن مطالبهم. لا شك ان في غياب يعني جهه تجمع العراقيين على قاعده وطنيه بحته، ستكون هذه التظاهرات يعني في حاله تشتت وفي حاله يعني من الضعف. لا يوجد في الوقت الحاضر لحد الان يعني وجود قوه وطنيه تجمع العراقيين من اجل الخروج بمطالب واحدة تشمل الشعب العراقي كاملة. لا ننسى أن ما يحدث في البصرة قد حدث بصورة مختلفة في الموصل وفي المناطق الغربية من العراق. إذن ليس هناك وحدة شعبية تستطيع أن تذهب بهذه التظاهرات وبهذا يعني العنفوان الشعبي والذي يحمله الشباب العراقي. خصوصا يجب أن نتكلم عن هذا العنفوان الذي يحمله الشباب العراقي في عقولهم وفي ضمائرهم. يجب أن يكون في يعني أن يذهب في طريق واحد، ألا وهو الطريق الوطني. وأحب أن أقول لك يعني شيء، لحد الآن الطريق الوطني هو مسدود. لا يوجد في العراق أحزاب وطنية، توجد هناك أحزاب مدنية. الحزب الشيوعي ليس حزبا وطنيا، بل هو حزبا مدنيا. الأحزاب القومية هي أحزاب يعني تنادي بالقومية. الأحزاب الوطنية أعدمت في العراق، ولهذا يعني قد عمل بصورة يعني بالتالي جاء بها العراق ينتكب العراق لهذا الوضع المتشتت، لأن بغياب أحزاب وطنية يعني تشارك نعم، الشارع العراقي، سوف لن يكون هناك يعني نهاية سعيدة لهذه التظاهرات. وأنا في نظري العراقيون سيعون بهذه المشكلة، لأنها المشكلة الأكبر، وهي الخروج بثقافة وطنية عادلة للطوائف، ولا تعتمد على الطائفة ولا على القومية ولا على يعني الفئوية، لأن العراق بحاجة إلى ضمار العراقيين نعم. كوطن وكشعب واحد. أخيرا، يعني بالنظر إلى التركيبة الديموغرافية للجنوب، البعض يرى بأن كل ما جرى من ممارسات حكومية، ممارسات من قبل الأحزاب، كله يصب في صالح النفوذ الإيراني. هذه التظاهرات إلى أي مدى ترى أن هذه التظاهرات ربما ستؤثر على النفوذ الإيراني؟ لا شك أن هناك نسبة كبيرة من العراقيين في البصرة، وهذه النسبة هي النسبة يعني غالبية العراقيين هي ضد التواجد الإيراني، لأنهم يعني رأوا بأعمى عينهم ما عمله التواجد الإيراني في العراق بصورة عامة وفي مدينة البصرة بصورة خاصة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما حدث بالنسبة إلى مشكلة المياه وقطعها، بالنسبة إلى تواجد الميليشيات التي يعني فرضت نوع من الحالة المزرية في العراق، هناك أعمال قتل وهناك أعمال يعني طائفية في مدينة البصرة. القوى الوطنية التي شاركت في الشارع العراقي، قسم منها قد يعني ضربت وقسم منها قد وضع في داخل السجون. نعم. إذا الشارع العراقي في البصرة يعي جيدا بأن الوجود الإيراني هو الخطر الكبير الذي يعني نعم. يجب أن تواجهه في مدن العراق. شكرا من لك هذا أستاذ. المنطق أنا في نظري أستطيع أن أقول بأن العراقيين قد وعوا، وأن المشهد الإيراني قد ضعف وكما كان في السابق، لأن إيران الآن أصبحت تفكر في مستقبلها، لأن شعبها في الداخل سيثور يوما ما، وإن ما تعمله إيران في العراق هو الخروج، شكرا لك يا ولكن أستاذ بوجه أمير. يعني نستطيع أن تخرج ماء الوجه من العراق، ولكنها ستخرج في النهاية لا محالة. من باريس، الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك.